احنا بقى معانا ابتداء كده من كلمة الصين، ويبقى معانا معالي السفيرة منى عمر. معالي السفيرة، كل سنة وحضرتك طيبة. وحضرتك وكل المصريين طيبين، يا رب. وضيوفك في البرنامج طيبين يا رب كده دايما في احتفالات ميرسي إن شاء الله. ميرسي. أنا بحيي حضرتك بالأيام المباركة اللي احنا فيها، بقول مساء النصر المصري يا رب إن شاء الله تعالى. يا رب يا رب، احنا كلنا بنتمنى انه يبقى من نصر النصر يعني في كل المجالات، مش بس في المجال العسكري يعني. طول عمرك يا فندم في مجال الشغل الدبلوماسي ده، وبعدين منقع تعطيش الحمد لله تعالى عن العمل العام والاجتماعي، شايفة المرأة المصرية في الدراما شكلها عامل ازاي؟ يعني بيدوها حقها للأسف ولا احنا ظالمينها ولا؟ يعني هو من ناحية ظلمنها، ظلمنها مش ظلمنها بس في الدراما، ظلمنها في الحقيقة كمان. صح. لكن الدراما للأسف برضو يعني كل سنة بنعمل نفس الكلام وبنقول نفس الملاحظات، ولا حياة لمن تنادي، لأنه طبعا هو في إثارة أكتر إن هو يطلع المرأة في هذه الصورة السلبية اللي موجودة، صحيح. بينما احنا عندنا الحقيقة أنا شايفة كل اللي حواليا نماذج، نماذج ناجحة ونماذج مشرفة، صحيح. يعني حتى الفنانين نفسهم اللي هم بيقوموا بهذه الأدوار هم نماذج ناجحة، صح لا هم مظبوط. مدمنين ولا هم يعني صحيح. خارجين عن قانون ولا أي حاجة من الكلام. ف يعني لما طلع نموذج واحد سيء ده موضوع، ولما يكون كل الستات ما بيطلعوش بشكل جيد ده موضوع تاني. صحيح لا طبعا صحيح الدراما المصرية بتسيء للمرأة. صحيح. ما ده اللي لسه انا بقول انا ومنال، يعني هي المرأة المصرية احنا مش ده حقها، ارقى واسمى واشيك واحلى، وام واخت وبنت من اللي بصورة اللي للاسف بعض الناس بتطلعها ده عليها. صحيح، يعني احنا عايزين بس نطلع صورة واقعية، صح يعني في نماذج سيئة لكن انا برضو في نماذج جيدة، ليه ما بتطلعليش النماذج الجيدة؟ ليه في الرجالة اللي بيطلعوا نماذج مشرفة والستات لا؟ يعني انت كمان بتسيء لجيل القادم صحيح. لما بيشوف ان هو اولا ده بيصبح الطبيعي بالنسبة له، ثانيا هو انه بيحتاج شايفها كده. صح يأذيه. والله صح للاسف صح معالي السفيره، يعني عشان ما ابقاش متحيز، هو ما بيطلع الحاجه الوحشه اللي بيفرق ما بين راجل ما بين ست، هو بيطلع حاجه زي لسه بتقول منال اللي هي هتجيب كام من الشباك. صحيح. ما هو زي ما انا كنت بقول لك هي اللي بتعمل اثاره، هو الكلام ده تجاره. اللي بيعمل اثاره. طب في ادوار بقى للمجتمع المدني او للشخصيات الرائده زي حضرتك مثلا، انتوا يعني لينا وقفه، المفروض يبقى لينا وقفه، المفروض نكلم بص مين احنا بقى؟ زي ما بقول لحضرتك المجلس القومي للمرأة السنة دي السنة مثلا الرابعة على التوالي كان عاملين مرصد للدراما على شكل صورة المرأة في الدراما، ايوه وطلعت توصيات وتقدمت واترفعت والكلام ده كله، وانا متوقعه ان هو السنه الجايه هيحصل نفس الكلام واللي بعدها هيحصل نفس الكلام. يعني احنا للاسف ما فيش. يعني ما نتفائلش طب ولا بعد ايه؟ ما اذن هو يعني حضرتك، اتفضل. حضرتك شايفه الوقفه تبتدي منين؟ يعني عشان كلنا نتضامن ونعمل وقفه، البدايه تيجي منين؟ من الرقابه، وزي ما انا طلبت انه الرقابه تكون اكثر تشددا على الالفاظ وعلى المشاهد الخارجه اللي زي ما حضرتك قلتي انها بتربي نشء ان الطفل هيطلع يشوف الست هي مفهومه عن الست هي كده. بالظبط نبداها منين؟ كلامك صح تماما منال هانم. هو الا الاضافه الوحيده ان انا حتى كاتب السيناريو او القصه نفسه هو محتاج ان هو برضو يبقى فيه نوع من التدخل، هو مش الابداع فقط في انه تتقدم الصوره السلبيه، الابداع ممكن يبقى برضو في نماذج صح ناجحه. وبعدين احنا لما بنقدم في بعض الاحيان حتى النماذج الناجحه بتبقى في شكل ممل وتسجيلي، ومحتاجين زي برضو ما بيقولوا كده يبقى انا لا وطالعين بتلطفها ما معقدين، بتداش لازم حقها. كل ست مثلا دكتوره ولا طيبه ولا مشرفه تلاقيها معقده ولبسها ومش عامل ناجحه في وشكلها بيتها ومش ناجحه في بيتها، صحيح. اما التانيين بالظبط يعني انت عارفه حضرتك اللي بيخوفني، اللي بيخوفني اطفالنا اللي بتتفرج خاصه الولاد، الولاد هياخد فكره عن ان هي دي الست، هيتعقدوا لما يجي يتجوز، لما يجي يشتغل، لما يجي هما يتعامل. بالفعل اخذوا، هما بتدفع بالفعل اخذوا. ضربتها لاولادنا، صحيح. وانت كمان لو تقدري انك انت تربطي بين هذه الصوره وزادت نسبه التحرش اللي موجوده في المجتمع، يعني انا لما تطلع الاحصائيات لانه كون فكره تاني دوله في العالم بحجم التحرش، انت
بعد افغانستان يعني الكلام الحقيقه يخض اي بني ادم. فهو لما هو شايف ان هي دي الست فهو هو كون الفكره صحيح. كون الفكره هي هيضرها ايه ما هي كده. غير ما احنا حضرتك اتربينا انا اسفه للمقاطعه، غير ما احنا حضرتك اتربينا على الافلام بتاعت زمان اللي هي ست امينه اللي هي ست ملتزمه ببيتها، عرفنا ان الام حاجه كيان والاب كيان، الام ليها حتتها ومنطقتها، ان الست اللي بتشتغل زي افلام شاديه كلها انها مديره وبتراعي بيتها، شفنا الست بنموذج مشرف نحبها نقول هي دي مامتنا. الراجل بيتعامل معاها بمنتهى الاحترام والرقي والكلام، طريقه الكلام والتعامل والاعزاز والكلام ده كله، مش بيضربها ويشدها من شعرها ويرميها بره البيت والشتايم، يقول لها شتايم ربنا يستر. طبعا كل التحيه للستات مصر العظماء اللي هم مطلعين لنا كده اجيال، يا رب ان شاء الله تعالى باذن الله يحمي مصر وارضا وشعبا. معالي السفيره كل الشكر والتحيه لحضرتك، شرفتينا. اهلا بيك. ميرسي ميرسي.